في الآب والإب والروح القدس إله واحد أمين. أحبائي أهلا بيكم، نكمل بنعمة ربنا كلامنا عن أسبوع الآلام الخلاصية، لأن زي ما قلنا المرة اللي فاتت فبالآلام الرب يسوع اتحررنا من سلطان الشر والموت والفساد، فحصل خلاصنا. والصليب مش مجرد رمز أو علامة، إنما هو دليل الخلاص والغلبة على إبليس وإثبات قوة الله، زي ما بيقول القديس بولس الرسول في رسالته الأولى لأهل كورنثوس، فإن كلمة صليب عند الهالكين جهالة، وأما عندنا نحن المخلصين فهي قوة الله. عشان كده الشياطين بترتعب منه وتهرب قدامه، مش لأنه علامة سحرية مثلا، إنما لأن الشياطين عارفين معناه وفعليته، إنه دليل قوة الله وخلاص الله للبشر وهزيمة إبليس وصحبه. عشان كده إبليس مش بيطيق الصليب وبيخاف منه، وبيحاول بكل جهده إن يخلي البشرية تؤمن بالمسيح على إنه نبي أو مجرد إنسان فاضل وخلاص، لأنه طبعا بالطريقة دي مفيش أي خطورة على مملكته. إنما اللي الشيطان مش بيطيقه هو إيمان البشر بالمسيح المصلوب عن خلاصه. لكننا بنسبح طول أسبوع الآلام الخلاصية ونقول قوتي وتسبحتي هو الرب وقصر لي خلاصا مقدسا، وهي دي المسيحية يا حبيبي. فجوهر المسيحية يا أولادي وبناتي الغاليين إننا نؤمن إن المسيح اتصلب ومات وقام من الأموات عشان خلاصنا. فالكتاب المقدس بيقول الذي أسلم من أجل خطايانا وأقيم لأجل تبريرنا، ولو غاب عننا المعنى ده تغيب عننا مسيحيتنا من الأساس، وتبقى بالنسبة لنا المسيحية عبارة عن طقوس وذكريات، نغمات حزينة بنصلي بيها وبعدين تتحول نغمات فرح في الخمسين، أكل نباتي بناكله في الصوم وبعدين يتحول اللحوم بناكلها في الفطار، ويتحول أفراح الخمسين من الفرح بالخلاص ورجوعنا للفردوس وهزيمة الموت والشيطان لفرح باللحوم والأكلات اللذيذة، ونتحول من مسيحيين بيفرحوا بحب المسيح وخلاصه العظيم اللي قدموا لينا من خلال ألامه المقدسة لمسيحيين بتوع شكليات ومظاهر وطقوس بلا معنى. وسامحوني لو تحولنا كده فإحنا أشقى جميع الناس، زي ما بيقول القديس بولس الرسول في رسالة الأولى لأهل كورنثوس، إن كان لنا في هذه الحياة فقط رجاء في المسيح فإننا أشقى جميع الناس. ممكن تقول لي يا ابونا بالراحة الكلام شديد وخطير، أقول لك يا حبيبي لازم نكون جدين في إدراكنا لقيمة الخلاص اللي ربنا قدمه لينا على الصليب. فيعني إيه خلاص؟ ببساطة الخلاص يعني الغفران والأبدية. ففي أول إصحاح من العهد الجديد مكتوب في إنجيل معلمنا متى إصحاح 1:21، وتدعو اسمه يسوع لأنه يخلص شعبه من خطاياهم. فالرب يسوع اتجسد وجه مخصوص علشان يخلص شعبه، فاللي يقبل الخلاص هو من شعب المسيح. وأسبوع الآلام الخلاصية ده هو تذكار نعمة الخلاص اللي ربنا قدمها لينا والحرية من سلطان الموت والفساد. فبموت المسيح وسفك دمه اتطهرنا من كل خطية، زي مكتوب دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. ففي الأسبوع ده احنا بنشكر ونسبح ونمجد ربنا يسوع المسيح له كل المجد، اللي مات بالجسد لأجلنا علشان يدينا الغفران المجاني والكامل والمستمر. فهو غفران مجاني، مجاني يعني ما دفعناش في حاجة، مجاني يعني ما كناش نقدر نتحمل تكلفته. فالكتاب المقدس بيقول لأن أجرة الخطية هي موت، وأما هبة الله فهي حياة أبدية بالمسيح يسوع ربنا. وإحنا بناخد الهبة دي من ربنا يسوع المسيح مجانا بنعمته، لأنه مكتوب متبررين مجانا بنعمته بالفداء الذي بيسوع المسيح. لكن يا حبايبي الغاليين زي ما شرحنا قبل كده، فمش معنى انه مجاني انه للكل بصورة عشوائية، انما محدش هياخد النعمة المجانية دي الا لما يطلبها بقلبه من ربنا يسوع المسيح، يعني بالجهاد القانوني اللي اتكلم عنه القديس بولس الرسول. وشبهنا الموضوع ده بمنحة دراسية تكلفتها مثلا $100,000 مثلا بتقدمها جامعة كبيرة ببلاش، فطبعا مش هيفوز بالمنحة اللي قدم عليها بطريقة جادة والتزم، ومش هينجح فيها الا اللي تعب وذاكر. كمان هو غفران كامل، فالرب يسوع المسيح هو الله الكامل والغير محدود، وغفرانه كامل وغير محدود، بيغفر كل خطية ويطهر من كل دنس، زي ما هو مكتوب دم يسوع المسيح ابنه يطهرنا من كل خطية. فدم الرب يسوع بيطهرنا من كل خطية، من كل يعني من جميع الخطايا، مش معظمها ولا أغلبها، إنما كلها. كل خطية يعني اللي بالإرادة واللي بغير إرادة، اللي بنعتبرها بسيطة واللي بنعتبرها نجسة، اللي فاكرينها ونسينها، بتاعت الطفولة وبتاعت الشباب، لأن المسيح غفرانه كامل. فزي ما بيقول القديس أنسيموس الأورشليمي، يطلب النبي أشعياء محو كل الأسام، لأنها لو بقيت خطية واحدة فإنها تحرمنا من الدخول إلى ملكوت الله. كمان القديس ميليتو أسقف
سارديس بيتأمل على لسان الرب يسوع ويقول: تعالوا إذن يا جميع أسرى البشرية المعجونة بالخطية وتسلموا غفران الخطايا، لأني أنا هو غفرانكم، أنا فصح الخلاص، أنا الحمل المذبوح من أجلكم، أنا افتديتكم، أنا حياتكم، أنا قيامتكم ونوركم وخلاصكم، أنا ملككم الذي أقودكم إلى أعالي السماويات. كمان يا حبايبي هو غفران مستمر، مستمر بمعنى أن فعالية الصليب ودم المسيح مستمرة، فإحنا لسه في الجسد ومازال الشيطان بيحاربنا وإمكانية السقوط في الخطية موجودة، لكن كمان إمكانية الغفران موجودة ومستمر. وزي ما شرحنا قبل كده ان ده مش معناه اتهاون واتمرمغ في الطين دي الخطيه واقول كده كده ربنا يغفر لي، انما بنحط قدام عينينا هدف اننا نجاهد وما نقعش في الخطيه. لكن لما بنقع بسبب حروب الشيطان او بسبب تهاوننا وفطرنا وضعفنا لازم نقوم بسرعه ونكون واثقين في محبه ربنا وغفران الله المستمر لينا كل لحظه. فالقديس وقفان الناسك بيقول: لا تترك الخطيه في قلبك ولو لدقيقه واحده دون ان تعترف بها، ولا تهمل تطهير قلبك بالتوبة الصادقة أمام الله. وأيضا حتى لو سقطت مرة أخرى افعل نفس الشيء، وكلما أخطأ طهر نفسك مرة أخرى أمام الرب. عشان كده إحنا بنسبح ونرتل ونصلي في أسبوع الألام الخلاصية للمسيح إلهنا الصالح، وبنشكره على الخلاص والغفران المجاني والكامل والمستمر. واللي مش بيعمل كده يا حبايبي فالأسبوع ده بيعد عليه هو مش مستفيد منه، لأنه بيعتبره موسم وعيد وخلاص. ربنا يملأ لكم فرح المقدس ويمتعكم بعشرته الحلوة طول فترة الصوم والأبد. أشوفكم المرة الجاية عشان نكمل كلامنا عن معنى خلاص. سلام الله الذي يفوق كل عقل يحل في قلوبكم بالمسيح يسوع ربنا.